وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. طبعا احنا يعني بنستقصي، لان احنا يعني بنقرأ الكتاب ونعلق يعني هذه الآيات في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بنأخذ طرفا من الأحاديث في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع خلفائه رضي الله عنهم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كذا في الجامع. وأخرج البخاري أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وأخرج الدارمي عن ربيعة الجرشي رضي الله عنه بمعناه كما في المشكاه. وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأخرج الترمذي وأبو داود واللفظ له عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرج رزين عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي، فأوحى إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء، بعضها أقوى من بعض، ولكل نور، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. وقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم،
كذا في جمع الفوائد. وأخرج الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وأخرج أيضا عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأخرج ابن ماجة أيضا نحوه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. وأخرج الترمذي أيضا عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ورواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنه قال: فله أجر شهيد. وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وأخرج الحكيم عنه: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر، كذا في كنز العمال. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من رغب عن سنتي فليس مني. وأخرجه ابن عساكر عن ابن عمر وزاد في أوله: من أخذ بسنتي فهو مني. أخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من تمسك بالسنة دخل الجنة. وأخرج السجزي عن أنس رضي الله عنه: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إن شاء الله يعني نختم بهذا القدر، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من القرآن ومن السنة. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.